الموسم السابع عبقرية المدارس ومباراة قوية جدا في دور ال 32، وهفكركم النتيجة: صحارة 95، الطائف 70. والطائف حصل عندنا تغيير، أحمد جمعة رجع مكان سيف السيد، وصحارة رجع تاني في الماتش. الطائف دورها ترجع تاني في الماتش، تمام؟ إن شاء الله. ودلوقتي مع أصعب فقرة، فقرة 25 نقطة لمدرسة واحدة بس، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أول اتنين محمد حسام وجون سامي. جون سامي ومحمد حسام، وهنشوف روح رياضية والموقف مش سهل يا حسام. ألذ حاجة إن أنتوا قررتوا أنتوا الاتنين إن قدرات ذهنية. تمام. طبعاً 70 و25 يبقوا كام؟ 95. تتعادلوا. نرجع لنقطة الصفر. تمام؟ وطبعاً 95 و25 يبقى كام؟ 120. تحاولوا تهربوا من المباراة. موقف مش سهل. هنخلط الورق ونشوف أول سؤال موضوعه إيه؟ جغرافيا. والسؤال هو: في أي دولة يقع سد هوفر؟ الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا الهدف الأول. جون خطف البازر من محمد حسام. هارد لك يا حسام. هارد لك يا حسام. أحمد جمعة وصل. هدف بلا مقابل. يا أحمد جمعة يتعادل، يا جون يحرز الهدف الثاني. هنشوف. معلومات عامة. والسؤال هو: ما هي العملة الرسمية لدولة لوكسمبورغ؟ يورو. أحمد جمعة اليورو. الهدف الأول. فعلا اليورو. هدف مقابل هدف. ورفيق وصل. يا الهدف الثاني لأحمد جمعة، يا الهدف الثاني لرفيق. هنشوف. رياضة. والسؤال هو: كم عدد ألوان شعار نادي ليفربول؟ إجابتك. أربعة. أحمر أبيض أصفر أخضر. الهدف الثاني. أربعة الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا جمعة. هدفين مقابل هدف. فرح وصلت. ازيك يا فرح؟ الحمد لله. موقف صعب صح؟ يا الهدف الثاني الفرح، يا أحمد جمعة هيبقى هاتريك. هنشوف. علوم. والسؤال هو: ما هو الفيتامين الموجود بنسبة أعلى في الطماطم؟ سي. سي الهدف الثاني. سي هي الإجابة الصحيحة. هدفين مقابل هدفين. ودلوقتي هنشوف مين اللي هيحرز الهدف الثالث، يا الطائف يا صحارة. هنشوف. ازيك يا نورين؟ الحمد لله. موقف صعب صح؟ والمباراة الحقيقة جميلة جدا وصعبة جدا. عايز تسألي في ايه؟ فنون. فنون. هنشوف. أدب. والسؤال هو: من هو السياسي الهندي صاحب كتاب قصة تجاربي مع الحقيقة؟ غاندي. غاندي الهدف الثالث. غاندي الهدف الثالث. برافو عليك يا فرح. ثلاث أهداف مقابل هدفين. رنا وصلت. ورنا مستعجلة وروح رياضية وعاوزة تجاوب والبازر وكل حاجة. يا الهدف الثالث ورنا تتعادل، يا الهدف الرابع وفرح ترجع ب 25 نقطة. رياضة. والسؤال هو: ما هي أول دولة عربية شاركت في الألعاب الأولمبية؟
مصر. مصر الهدف الثالث. جابها يا رنا. مصر فعلا اول بلد بتشارك. ثلاث اهداف مقابل ثلاث اهداف. يا 70 تبقى 95 ان شاء الله ونبتدي من الاول ان شاء الله خالص. يا 95 تبقى 120 يا نتن. موقف مش سهل هنشوف. جغرافيا والسؤال هو في أي دولة من دول شمال إفريقيا تقع مدينة بسكرة؟ المغرب. المغرب إجابة خاطئة. في إجابة؟ الجزائر. الجزائر. الجزائر بخمسة وعشرين نقطة. الهدف الرابع. الجزائر هي الإجابة الصحيحة بخمسة وعشرين نقطة. برافو يا ناتالي. هاردك يا رنا. هاردك. وبكده النتيجة 120 صحارى 70 الطائف. النتيجة كانت قريبة من أولها. ضربات الجزاء كانت صعبة. الفرق هدف بس أي حد يسجله وحيكسب. 25 نقطة كان فرق معنا جدا. كنت أثق في الناس اللي معايا في الفريق. احنا مش بنلعب شخص واحد بس، احنا أربعة في الفريق كل واحد يعني حاجة. ناتالي خطفت الهدف الرابع بالجزائر. الهدف الرابع. لما جيت جغرافيا انا شاطره فيها بس يعني قلت ان شاء الله هعرف، فلما استبعدوا اجابه المغرب عرفت اجيب ان هي جزائر. شويه تعب وان شاء الله هنوصل. ان شاء الله هنعرف. المباراه لسه في الملعب، هنشوف عجله الحظ هتودينا فين. هنقول مبروك وهنقول هارد. آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الستاشر، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. عجلة الحظ في الموسم السابع زي السادس بالظبط، صعبة جدا وممكن تغير نتيجة أي ماتش. هيبقى عندنا سؤالين لكل مدرسة، وأول سؤال كارين أشرف. اتفضلي هنشوف كارين أشرف والسؤال الأول لمدرسة صحارة موضوعه ايه؟ لفة كاملة يا كلمة. شكرا. سؤال في الجغرافيا او التاريخ. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. عندكم 15 ثانية. تاريخ والسؤال هو ما هو اسم إلهة الحكمة عند الإغريق؟ ما فيش إجابة. في إجابة؟ حسام. كيوبيت. حسام إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة أثينا. شفتوا بقى الإجابة كانت موجودة، محتاجين شوية تركيز. روني أشرف تفضلي هنشوف روني أشرف والسؤال الأول للطائف موضوعه إيه؟ قدرات ذهنية. سؤال في القدرات الذهنية بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تلاتين نقطة. دوس على البازر. سؤال بتلاتين نقطة قدرات ذهنية، عندكم 15 ثانية. تلاتين نقطة دول بقوا مهمين جدا. قدرات ذهنية والسؤال هو
حل المسألة الآتية: 50 في 12 على 4 في 3 يساوي كام؟ 50. رنا إجابتك 50. 50 إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ 200. رفيق إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 450. نعيدها مع بعض تاني: 50 في 12 600 على 4 150 في 3 450. ايه يا جماعة، سؤال كان سهل، سؤال كان سهل، ده احنا حليناه مع بعض من غير ورقة وقلم. الطائف الضغط أثر على تركيزكم، خسارة جدا. إبراهيم طارق من سحارة، اتفضل يا إبراهيم. وكمان سحارة معرفتوش تجاوبوه ازاي، مش عارف، سؤال سهل جدا. السؤال الثاني لسحارة: فنون، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة، تمام. فنون، والسؤال هو: من هو مؤلف فيلم آسف على الإزعاج؟ مين اللي ألف فيلم آسف على الإزعاج؟ 5 ثواني. ناتالي. أحمد حلمي. أحمد حلمي هو اللي ألفه، هو اللي مثله، بس هو اللي ألفه. برافو عليك، إجابة خاطئة. في إجابة؟ حسام إجابتك شريف عرفة. شريف عرفة مخرج. مؤلف حسام. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة أيمن بهجة قمر. آخر سؤال، عمر أحمد، تفضل يا عمر. السؤال الأخير للطائف: جوكر، جوكر والاختيار اختياركم، عايزين تسألوا في ايه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية. آخر سؤال للطائف، سؤال بعشرين نقطة، جاهزين؟ جاهزين. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 12 في 12 زائد 12 ناقص 12 يساوي كام؟ محمد حسام إجابتك 144. 144 محمد حسام النهاردة أفضل لاعب بستين نقطة. حسام كويس جدا جدا، والماتش فلت معاه ومش مفيد تسعى، مفيد تبقى فخور باللي انت عملته. ما كسبتش، بس انت النهارده افضل لاعب في المباراه. اتفقنا؟ انت ما جيتش هنا عشان تعيط، انت جيت هنا علشان تستمتع معانا بالتجربه. وكانت تجربه حلوه جدا، وعملت مباراه قويه جدا، وكنتوا متفوقين في فتره طويله جدا في الماتش، مفيش اي حاجه تخليك تعيط. محمد حسام بالعشرين نقطة دول انت افضل لاعب في ماتش النهاردة. محمد حسام بستين نقطة، اجابة صحيحة. 144 هي الاجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 90 الطائف. هارد لك، لعبتوا مباراة قوية جدا. سحارة 120 نقطة، الف مبروك، اتأهلت الدور 16.
عملتوا مباراة قوية، عرفتوا ترجعوا تاني في الماتش وده الأهم، ما استسلمتوش، رجعتوا في الماتش وكسبتوا وتستحقوا تطلعوا للدور ال 16. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 210 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 420,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 6,870,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. طائف هارد لك، لعبتوا مباراة قوية جدا، سهارة 120 نقطة، ألف مبروك، اتأهلت الدور ال 16، وإلى اللقاء ومباراة جديدة مع العباقرة. أنا ما كنتش متوقعة أن أنا ممكن أبقى في يوم قاعد على كرسي العباقرة، وإن شاء الله إن شاء الله الموسم الجاي هنكون موجودين إن شاء الله. هنعمل ريسيرشز أكتر وندور على معلومات أكتر عشان نظبط، عشان نجهز نفسنا للمرحلة الجاية. طبعا سعيد اللي انا حصلت على البيست بلاير، لكن زعلان ان احنا ما قدرناش نكمل البطوله، وان شاء الله نقدر نشترك الموسم الجاي ان شاء الله بنبره. عملنا كومباك كويس جدا وادينا كسبنا الحمد لله، وان شاء الله للحلقه الجايه هنحضر نفسنا احسن وهنذاكر اكتر.